السلام عليكم. احنا جد فرحانين اننا نتواجدوا بهذا المكان اللي هو سياحي في هذه المنطقه اللي خاصها تعطيها المكانه ديالها القيمه. وتنشكروا السي الحفيظي اللي هو من بين اعيان مدينه مكناس، فهو عضو في الغرفه ديال الصناعه التقليديه، هو مقاول وفكر في المدينه ديالو، ماشي بحال شي ناس تيفكروا غير في راسهم تيخدموا المسائل تلقاو يزيدوا في حالاتهم. هذا دار لهم مشروع في المدينه ديالو واستثمر في الاموال ديالو وسط المدينه ديالو، ماشي المستثمرين تنتحداهم في مكناس ما كيستثمروش في مدينه مكناس، خرجوا للمناطق الساحليه. هو فضل انه يكبر المدينه ويعطيها القيمه ديالها. كنشكروا من هذا المنبر. ثاني حاجه، هذا المركب السياحي اللي دار في البيت الذهبي هو تحفه نادره، فيه قاعة الحفلات لتحت، فيه مقهى لتحت زائد المقهى فوق بمواصفات الدولية العالمية. لهذا كنقول للناس ديال السكان في مدينة مكناس أنهم مرحبا بهم يجيو يزوروا هذا الموقع، فيه من فضاء الألعاب الأطفال، فيه فضاء سميني بيكسو، فيه قسم الشام، فهو محادي للرون بوان اللي ما قبل مركب البركة. ومرحبا بالجميع، وكنشكروا مرة أخرى الحضور اللي كان وازي من ممثلين وفنانين وصحافة وشخصيات المدينه اللي كاينه في المدينه، ومنهم سي خليلي رئيس قسم الموارد البشريه بعماله مكناس، بعض المستشارين نواب الرئيس، بعض الشخصيات النافذه في مدينه مكناس الحضور ديالهم كنشكرهم بزاف. وكنشكروا هذاك السيد اللي جنود الخفاء اللي هو سكوما اللي معروف بزاف بالزيفينمون. والسلام عليكم.